شوف الجمال والدلال مال الطيور بالثلج. هسه وهذا تطلع، هسه طلعتهم بالله، خلي اشوف صحيح دا صور. يس شو باو غرقوني بالثلج. هذا شبيها عينه شو ما ادري شي. هاي الطيور الزينة الهيلثي بيرد. شوفوا الثلج، دي ياكلون ثلج على اساس مي، بس يسبحون بالثلج همين. شوف 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 شوف، هذا طبعا المسرح مالهم، يعني يطلعون من هناك من جوا وهنا المسرح حتى لا يجيهم الصقر. صري صقر، راكون، جريدية، كل شيء عندنا هنا متوفر. شاكو شيء يقضي على الطيور عندنا. شوف شو مكيفين خطية، هاي صار يمكن أسبوعين ما شفنا شمس. خرب شرف كندا، هاي أول يوم تطلع الشمس. اكلوا عوافي. ايش ذا يفكرون ايش ذا ياكلون يعني هسه؟ يمكن عمود مي، او الله اعلم، بلكي بيه مواد صحيه زينه للطيور. يحبون الثلج، ما ادري شنو قصتهم ويا الثلج. ها راحت الشمس، حسدنا نفسنا. هذا السقف الفوق كان مليان ثلج، وقعته كله اني بالماسحه. هاي عود ما نزل ثلج هالسنة، هو قليل، بس من وراء العاصفة مال أمريكا والله شوي غرقنا شوية. من بيننا وبينهم نص ساعة، لا أنا بلندن بيني وبينهم ساعتين ونص. أهلي بوينزر أقرب نص ساعة بينهم وبين أمريكا، بس هم نفس الغرقة غرقوه. تحياتي للشباب، هاي الطيور الزينة، طيور آشور الحجي، كل الاحترام للجميع.